أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المحاضرة السابعة إن شاء الله سوف تكون الأخيرة في هذا الشابتر، شابتر 2، اللي بتحدث عن Solutions of Equations of One Variable. إذا إحنا بنحل معادلات بمتغير واحد، قد تكون تربيعية، تكعيبية، أو أصلاً ليست polynomial، فيها لا تحل بأناليتيكلي أو exactly يعني الجواب النهائي، الجواب اللي 100%، وبالتالي نحتاج إلى عمليات التقريب. في هذه المحاضرة السابعة بدنا نأخذ طريقتين، طريقة اسمها هورنرز اللي هي تستخدم للبولونوميالز، تستخدم لكثيرات الحدود، وطريقة اسمها مولرز اللي هي أيضا تقريبية، يعني هاي مقدمة للشابتر الجاي، طريقة تقريبية اللي بنقرب الفانكشن الصعب بناء على معلومات إلى اقتران كثير حدود سهل، ثم بعد ذلك بنحاول انه نحله. الى لنبدا على بركه الله. اوكي، اذا سكشن 2.6 ليكتشر او ليكتشر 7 زيروز اوف بولينومز اند مولرز ميثود. شويه مقدمه نظريه اولا، بما ان احنا بنتكلم عن بولينومز وعن اصفار الاقتران زيروز اوف بولينومز او وبالتالي بدنا شوية مقدمة نظرية بسيطة جدا. درست بالكالكولوس الفاندمنتال ثيورم اوف كالكولوس، بار اللي هي المشتقة عكس التكامل، اللي هو بحط التكامل في الصورة هاي، انه هاي واضحة انه التكامل بيلغي المشتقة او المشتقة بتلغي التكامل. هاي فاندمنتال ثيورم اوف كالكولوس، من هنا فاندمنتال ثيورم اوف الجبرا. فاندمنتال ثيورم اوف الجبرا صار الفاندمنتال ثيورم اوف الجبرا بتحكي اذا عندي بولينوميال الكوفيشنت تبعه سواء ريال او كومبلكس درجته ان، يعني اذا كان تربيعي فانه على الاقل له حل واحد، بس خليك حذر من نص النظريه هاي، خليك حذر من نص النظريه. انا ممكن اصيغها بطريقه ثانيه، اقول اذا درجته ان فانه له ان بولينوميال، طبعا يعني اكوردنج او considering multiplicity، considering multiplicity. فهنا هاي نص النظرية الأساسية قد يكون خادع نوعا ما. المهم هي بتحكي إذا كان درجته N يعني تربيعي تكعيبي إلى آخره، فإنه على الأقل له روت واحد، جذر واحد complex. بس دير بالك جذر واحد باعتبار المالتيبلسيتي، فإذا درجته ثلاثي وإله جذر واحد بده يكون متكرر ثلاث مرات، إذا درجته 100 وإله جذر واحد بده يكون متكرر 100، هو حقيقة إله N روت إذا حسبت المالتيبلسيتي، إذا اعتبرت التكرار. أما إذا كنت إنه المالتيبلسيتي مش مهمة بيكون على الأقل إله جذر واحد. هاي النظرية بوضحها أوضح منها الكورولاري، هاي الكورولاري تبعتها هاي بولينوميال ودرجته N بالجذور إكس واحد إكس تو إكس كي كومبلكس أو ريال، مش فارقه يعني جذور، وبيكون الام from m1 to all integers، وبيشوف مجموع integers يساوي n، اذا هو له n root. اذا كيف بدنا نوحد ما بين النظريه والكورولاري؟ بنقول هو له، اذا بتقول at least one root معناته انت مش معتبر المالتيبلسيتي، يعني اذا تكرر باخذه مره واحده at least one root، لكن اذا كنت ان روت مع اعتبار المالتيبلسيتي، الجذر اكس 1 متكرر ام 1 مره، الجذر اكس 2 متكرر ام 2 مره، الجذر اكس كي متكرر ام كي مره، وبالتالي هذا له كم جذر هنا؟ له اكس 1 اكس 2 حتى اكس كي، كي جذر، له كي جذر، بس لازم كي فعليا لازم كي تساوي تساويهاش، بس كيف بتسويها؟ انه اكس 1 مرة وهذا أم اثنين مرة وهذا أم ثلاثة مرة، إذا بتجمع قديش متكرر الجذر بيطلع عندك عدد الجذور N. فبدك تربط بين الكورولاري والنظرية. هورنرز ميثود القسم هاي يعني اسمها القسم التركيبي، هورنر ميثود طريقة القسم التركيبي. عندي بولينوميال، هاي صيغة البولينوميال بدكم تتعودوا عليها خلاص. طبعا نص الطريقة الميثود هاي اكيد انه لا تحفظها ولا تقراها الا للي يعني مهتم جدا، لانه مثال عليها عندي هذا البولينوميال
ويوز هورنرز ميثود تو فايند P of 2 or P of 1. يعني يوز هورنرز ميثود تو سولف P of 2. اوكي ماشي. طريقة هورنر بتعتمد على أول إشي بحط برتب من أعلى قوة X تكعيب لعند X قوة صفر اللي هي X قوة صفر اللي هي الكنستان X قوة صفر. إذا من X تكعيب ل X قوة صفر X تكعيب X تربيع X X قوة صفر بعد أوكي. كدش معامل الX تكعيب؟ واحد. معامل الX تربيع أربعة. معامل الX ناقص ثلاث. معامل الثابت ناقص اثنين. بدي أقسم على شو أنا؟ بدي P of 2. فبحط الـ 2 هاي بنزل الواحد. 2 في 1 2 بجمع 4 و 2 6 2 في 6 12 بجمع ناقص 13 9 برد بضرب في 2 18 بجمع 16. إذا الجواب P of 2 16. طيب هذا اللي بيطلع عندي هنا 1 و 6 و 9 هذا الجواب جواب القسمي اللي هو واحد اكس تربيع المفروض لانه كان هو اكس تكعيب لما بقسمه بكل درجه بصير واحد اكس تربيع زائد 6 اكس عادي وزائد 9 الكونستانت والباقي 6 والباقي 16 اللي هو بي اوف 2. يعني اذا بعوض 2 هاي نظريه يعني نظريه الجذور والبواقي في الجبر يعني نظريه بسيطه هسه بنمشيها انه لما نعوض 2 في قلب البي اللي هو البولينوميال بكون الباقي 16. فنسيلي هذه لو تجربها قسمه طويله بيطلع معك نفس الجواب. قسمه طويله من القسمه الطويله العاديه نفس الجواب. ماشي الحال. واحد نحل بدنا بي اوف 1 نفس الشيء برتب بالاف هاي من اكبر شيء الى اكس نود والمعاملات ما هي نفس المعاملات نفس الاقتران وبقسم انا على واحد عشان البي بي اوف واحد اذا على واحد سود واحد بنزل الواحد بضرب واحد في واحد واحد بجمع خمسه بضرب واحد في خمسه بخمسه بجمع اثنين بضرب اثنين صفر. اذا قديش الباقي؟ صفر. طب شو معناته انه الباقي صفر؟ اذا قسمت شيء على شيء وطلع الباقي صفر شو يعني؟ يعني جذر. يعني الواحد اوكي يعني الواحد جذر او صفر للاقتران جذر المعادله صفر للاقتران. اوكي اذا يكون عندك قديش بي اوف 1 الباقي صفر اخر رقم كل هذا صفر واكس ناقص 1 از ا فاكتور. اكس ناقص 1 از ا فاكتور يعني عامل من العوامل. اوكي الان شو فرع 2 طالب بده نحل بانه لك جذور الاقتران هذا جذور الاقتران هذا جذور الاقتران بي اوف اكس يساوي قلنا اكس ناقص 1 فاكتور في ايش؟ في هنا في 1 اكس تربيع زائد 5 اكس زائد 2 اللي هو الجواب اللي هو الجواب يساوي صفر. عندما يساوي صفر بيطلع عندي اما الاول صفر اما الثاني صفر بتعرفوها فالجواب واحد. انا قبل شوي لما قسمنا طلعنا الباقي صفر هو جذر. اوكي بالقانون المميز القانون العام بتلاقي الجذرين هذول سهل جدا. اذا مشي ملاحظه اللي حاطط لك اياها هنا مهمه كثير. شوف شو بحكي لك. بحكي لك اكس ناقص 2 هاي الحل واحد في الجواب زائد الباقي هذا بيساوي البولينوميال. هذا مهم الكلام مهم كثير. اكس ناقص 2 اللي هو قسمت على 2 اللي طلع معي جواب زائد الباقي هذا بيساوي الاقتران. لما اعملها جربها قسمه طويله لو قسمت 5 على 4 كيف بتكتب الخمسه؟ 5 على 4 كيف بتكتب الخمسه؟ الجواب مضروب في شيء زائد شيء. اوكي الان بدي اشتقه وعوض فيه اكس الصفر. يعني اكس الصفر بدي اعوض فيه 2 بدي اعوض فيه 2. لو هذا اشتقيته وعوضت فيه 2 قد ايش بضل الجواب؟ بضل كيو في 2 يعني المشتقه بضل كيو في 0. هذه مهمه هذه الفكره مهمه عشان لو بدنا نطور فيها بنستخدم طريقه نيوتن وهورنر مع بعض. اوكي اذا هاي طريقه مهمه هذا اللي حكيناه هنا مهم نتكرره مره ثانيه. مولرز ميثود الان هاي اخر طريقه بالشابتر اللي هي بدنا نحل نلاقي صفر الاقتران
اللات صفر الإكتران. هاي الطريقة عبارة عن شغلتين، أولاً هي مقدمة للشابتر اللي بعده اللي هو مهم جداً اللي هو اسمه Interpolation and Polynomial Approximation. إذا هو بقرب الإكتران الصعب إلى Polynomial زي ما أخذنا بتيلر، زي ما أخذنا بتيلر، هذا بقرب واحد. الشغل الثاني هو بندرج تحت هذا الشابتر لأنه بدي ألاك الزيرو، لما أقربه بلاك الزيرو. ليش؟ أنا شو بدي أقربه؟ بدي أقرب الإكتران الصعب لك مدراتك تربيعي، أعطيني ثلاث نقاط، يكون معطيني ثلاث نقاط x دوت x1 x2 وصورها ارقام. هذه اقتران تربيعي على هذا الشكل، اقتران تربيعي، هذا اقتران تربيعي على فكره، تربيعي 100% مرتب، فيش في اي مشكله. a و b و c و x2 معروفه، x2 هي من هنا رقم، وهذا بس x المتغير. اوكي بدي الاقي هذا الاقتران التربيعي، كيف يعني بدك تلاقي لي اياه؟ شو شروطه؟ شرطه انه عند النقاط الثلاثه بيساوي الاقتران الاصلي، p of x node بيساوي f of x node، p of x1 بيساوي f of x1، p of x2 بيساوي f of x2. اذا الاقتران الصعب الاساسي بدي اقربه لبولينوميال او كوادراتيك فانكشن سهل، طبعا بولينوميال كوادراتيك، بولينوميال تربيعي درجه 2، بدي اقربه لاقتران تربيعي اوكي، بحيث انه عند النودز او عند النقاط يكون المتساويات، الفانكشن الاساسي الصعب والاقتران الشديد اللي بيطلع معي يكون المتساويات. طيب هذا البي اوف اكس كيف بدي الاقي؟ اذا بتلاقي اي وبي وسي يعني الكوفيشنتس، اذا بتلاقيهم خلص لقيته، اذا هي الفكره لك الكوفيشنت. طيب كيف؟ يعني هالساعه لقيت بي وسي، لقيت الكوفيشنتس، لقيت الكوادراتيك، لقيت التقريب. اذا كمان مره حط بمخك انه تقريب اقتران صعب الاقتران كوادراتيك تربيعي، بدك اول شيء ثلاث نقاط، بدك ثلاث نقاط بتقربوا الاقتران تربيعي ماشي الحال. اذا بتلاقي الكوفيشنت اي بي سي، هاي شكل الاقتران التربيعي، اذا بتلاقي الكوفيشنت اي بي سي خلص لقيت الاقتران التربيعي. لكن بدك ثلاث نقاط بحقق لي الاقتران الاساسي الصعب اللي مش عارفه بحققهن، فبستخدمهن عشان ايجاد اي بي سي. عوضت اول شيء f of x1، ما هي f of x نود صفر، ما هي قيمه تساوي p of x نود، هيك حكينا، هيك الشروط حكينا، بتساوي خذ محل x x نود، x بعوض x نود، هي المعادله الاولى. المعادله الثانيه f of x1 اللي هي رقم قد p of x1 بعوض محل x اللي هي المعادله الثانيه، f of x2 اللي هي p of x2 اللي هي يعني c طلع طوالي، عوض في في شكل التربيع اللي بدك اياه محل x x2، هاي بتصفر وهي بتصفر بضل c. اذا f of x2 اللي هي رقم تساوي c، اذا c طلعت مباشره. عندي معادلتين لانه بلاقي a و b متغيرين، طبعا هنا خلص هنا صف رقم، هذا هذا صف رقم كله لانه x عوضت محلها رقم، وبالتالي ضايل a و b. اوكي خلص اذا حليته لقيت a و b، c طلعت طوالي من x2، هي هذا f of x2 رقم جواب رقم معروف، عوضته بطلع c، اذا جاهزين. الان شو مطلوب فيه؟ يعني ليش حطينا هاي طريقه التقريب اللي هي بتدمج بين الشابتر الاخير والشابتر، بين الشابتر اللاحق والسابق؟ ليش؟ لانه بيقول لك لقي لي اكس 3 اللي تقريبا لما قربت البولينوميال الفانكشن لبولينوميال، يعني زي ما يكون البولينوميال بدك تلاقي جذر البولينوميال اوكي، او صفر الاقتران او جذر المعادله، فبحطه يساوي صفر. ما عندك اقتران معادله تربيعيه يعني، وايه معروف فيه، بي معروفي وسي معروفي، وانا بدي اكس 3، انا بدي اكس 3 هسه، اكس 3 اللي بدي الاقيها، فبعوضها محل اكس، بس اكس 3 مش معروفي انا بدي الاقيها، يعني اكس اكس بدكش اكس 3 خليها اكس، اكس اللي بتعطيني الجواب صفر اللي بتقطع عنده بقطع محور السينات عندها، فعوضتها اكس 3 اوكي. القانون العام، بس كيف اطبق القانون العام هنا؟ بطبقه على بعتبر اكس 3 ناقص اكس 2 اكس، x3 ناقص x2 x، x3 ناقص x2 كلياتها بعتبرها x، بعدين بطبق القانون العام، بعدين بطبق القانون العام، سلم الدين. وبعدين بطبق القانون العام عادي، x3 ناقص x2 بتعرفه، بحط محلها x، شو هي القانون العام؟ بطلع لي الجواب، x3 بس يمكن x2 جاهزة. في عليها فرص شوية توضيحات، اوكي لهين بكفي. اللي بده يقرا من اللي بده يقرا من الكتاب راح يشوف كمان في توضيح، في بنستخدم كمان شرط وبنستخدم شويه تكنيك، لكن مش صعبات يعني، بسيطات اشياء.
لحد الهين يعطيك العافية. لحد الهين انت عرفت تلاقي البولينوميال الكوادراتيك، لقيت البولينوميال الكوادراتيك قربته وحليت على القانون العام بعد ما قالوا كوادراتيك تربيعي، وبالتالي على القانون العام لقيت. طيب مثال، مثال بالامتحان عشان اكون صادق، ما اعطيك شيء اعطيك اسهل من هيك. هنا معطيك اكس 0 اف اوف 0، ما اعطيكش اف اوف 0، بعطيك رقم طوالي وباي واحد. يعني هنا بدك شويه فيها شويه فلسفه تلاقي قديش اف اوف 0، والاقتران معطيك اياه دي هنا ماشي. طيب اول شيء يوز مولارز to find the quadratic function زي ما حلينا هسه ثلاث معادلات A, B, C وبنلاقيها. الثانية use Muller's عشان قانون العام عشان تلاقي X3. إذا هي بشكل عام الدرس سهل يعني. بشكل عام الدرس سهل كثير يعني. أوكي بس هنا في شغلة خارجة عن الموضوع، إنه في عندي مش معطيني ثلاث نقاط، معطيني نقطتين تمام، والنقطة الثالثة اللي هي X node معطيني X node و F of X node مش معطي رقم، وبالتالي بدي إياها رقم. طيب لو جيت أعوض X node صفر هين، لو عوض صفر هين ما بيعطينيش في دي، في دي دي متغير، فبالتالي بدي الاقي دي بدايه من واحده من هذول النقطتين. لو استخدمت باي على 2 هاي النقطه بتعطينيش، كوساين الباي على 2 هاي بتصفر بتروح الدي، اذا يعني بزبطش الا هاي. عوض باي كوساين الباي الجواب واحد، اذا بحط محل اكس باي الجواب واحد، فهي قديش اعطيك ناقص واحد وهي صفر، فدي يساوي ناقص واحد، دي يساوي ناقص واحد. مش انت بتلاقي الدي، ما تلاقي الدي ناقص واحد جواب الصفر معروف. عوض الزيرو هين بعد بيعطيك صفر، وهنا ناقص واحد، وهي بيعطيك قديش واحد، اذا شكلها ناقص واحد بتطلع. اذا النقطه بتطلع ناقص واحد المفروض. نقطه الواحد يكون كاتبها قديش في الصفر. سواء كنت بتطلع نبلش نحل زي ما بنحل رسم، بس بيكون مش مجهول. نقاط جاهزه. اوكي. هاي بدك اياها دي ناقص واحد واف اكس صارت هيك. لو عوضنا صفر هيك ايش يطلع؟ صفر صفر، عوض لي محل هاي صفر، اه بيطلع ناقص واحد. اوكي. نرجع لصيغه البولينوميال اللي بدنا اياها، قلنا اي اكس ناقص اكس 2 تربيع، بي اكس ناقص اكس 2 بدوت A زائد C ماشي. X 2 2 ماشي، اللي نعتبرها نعتبر بالترتيب X نود X يعني X 0 X 1 X 2. X 2 اعتبرناها باي عادي فيش مشكلة. هنا المفروض هاي محل X 2 باي، محل X 2 هاي باي. الآن بعوض F F of باي، بعوض X 2 هاي بتلغي بتصفر وهاي بتصفر. قديش اف الباي النقطة بيعطيني اياها واحد، اذا سي يساوي واحد طوال. الان بعوض النقطة الثانية، بعوضها محل مين؟ محل اكس، بصير باي على 2 ناقص باي اللي هي باي على 2 تربيع، وباي على 2 هاي زائد واحد، والها جواب بيعطيني اياه 2 النقطة هاي. بتطلع برتبها زي ما بدك، بتطلع فيها مهجورين اي وبي، مهجورين اي وبي. بنفس الطريقة بعوض النقطة الأخيرة صفر وجوابها ناقص واحد، وجوابها ناقص واحد، بعوضها محل اكس بعوض صفر والجواب ناقص واحد، تطلع معي معادله ثانيه. فصفى عندي واحد معادله اي وبي فيها متغيرين، واثنين معادله اي وبي فيها متغيرين، بحل بالحذف والتعويض. مش حاط الحل بصراحه انا هنا لانه اقل من مستواك، بتستخدم الحذف والتعويض وبتحل، بيطلع عندك قديش اي وبي. والسي بتطلع معنا دائما من اكس 2، طلعت بالاول. صفى الفانكشن اللي بدنا اياه لك هو نفسه، ايوه حطيت محل A قيمتها ومحل B قيمتها ومحل C قيمتها، جاهزين جاهزين. الان كيف بدي احله؟ القانون العام اللي هو بعوض محل X، خليها بدكش خليها مثل ما هي، وبالتالي بقول X ناقص باي يساوي على القانون العام. بدك على القانون هذا اكس 2 يعني تسميات مش فارقه بصراحه، مش فارقه كثير. فبدك تقول يعني محل اكس اكس 3 بتضلها مجهول، فاكس 3 يساوي اكس 2 معروفه، اكس 2 معروفه اللي هي قديش اكس 2 هنا؟ اعتبرناها باي، اذا اكس 2 معروفه. وعلى القانون العام عوض محل بي وسي وكل واي وهي اشياء، عوض محلها بيطلع عندك جوابين
اكس 3 بيطلع عليه جوابين. طبعا خليه الاثنين الجوابين، لكن هو فعليا احنا بنقبل واحد وبنرفض واحد بناء على شروط معينه. مبدئيا خلص خليهن خليهن اثنين. اذا مثل ما انتم شايفين في المحاضره، هاي محاضره بشكل عام قصيره مش طويله جدا، لانه الطريقتين اللي درسناهن سهلات هن هورنر ومولر. يعني درسنا بهاي المحاضره شغلتين، القسم التركيبيه بتحط لي الاكسز من اكس 4 مثلا لاكس نود للكونستانت، بتحط معاملاتين، بتحط اللي بدك تقسم عليه، نزل اضرب اجمع، نزل اضرب اجمع، انتهينا. بتنزل اول مره بعدين تضرب تجمع، تضرب تجمع، اخر رقم بيطلع معك هو الباقي، هو الباقي، او مثلا اف اوف اللي قسمت عليه، اف الواحد اف اثنين الباقي، واللي بيطلع معك الارقام هاي الجواب. الجواب اذا كان بنزل درجه، لما تقسم بنزل درجه، اذا كان هو 4 بصير 3 وهكذا بنزل درجه. اذا هاي سهله اللي هي هورنر، في ملاحظه عليها حكيناها مهمه جدا، الملاحظه تستخدم لانها لها استخدام، هاي هورنر لها استخدام بنيوتن. اوكي الان سوري، الطريقه الاخيره بهذا الشابتر اللي هي مولرز، بتربط بين هذا الشابتر والشابتر الجاي، هي كانت بالاساسيين، هي الهدف منها في هدفين، اما بدك تلاقي الزيرو، اذا بتحكي بدك تلاقي الزيرو للاقتران الصعب اللي مش عارف انا كيف وين بقطع محور السينات، فهي تنتمي للشابتر اللي بندرس فيه. اذا بتقول بدي اذا الهدف الثاني اذا بدك تقرب الفانكشن الصعب الى اقتران تربيعي، فهي تنتمي للشابتر اللي بدنا نروح عليه، فهي بتحقق هدفين. فكان عندنا اقتران صعب، لكن عارفين ثلاث داتا، ثلاث معلومات، عندنا ثلاث معلومات، ثلاث نقاط عندنا معروفات، استخدمناهن هاي المعلومات الثلاثة بحيث شو لقينا اقتران تربيعي تقريبي للاقتران الصعب، اقتران تربيعي تقريبي، طيب ماشي، وبعدين سوينا بالصفر وخلينا على القانون العام، هاي كل الفكرة. إذا المحاضرة لا تستحق المجهود الكبير، أعتقد إنك لو قرأت النوتس قادر لحالك تفهمها، بدك تشوف الفيديو، طبعاً أنصح بالفيديوهات أنا، يعطيكم ألف عافية، بنشوفكم إن شاء الله المحاضرة اللاحقة بشابتر جديد، ويعني بيعتمد على هاي مولر، يعني مش بيعتمد عليها، في علاقة بينهم اللي هو انتربوليشن، تقريب الاقترانات الصعبة لبولونوميا. لحد الآن درسنا هنا كيف نلاقي وين بتطلع محور السينات، الزيرو الزيرو، هاي أهم فكرة، كيف نلاقي. أوكي المرة الجاي بدنا نشوف كيف بدنا نقرب اقتران صعب لبولونوميا، مثل ما قربنا اليوم لكوادراتيك اللي هو بولونوميا. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.